لم يتركنا بابا إلا طرقناه، ولا طريقة للاحتجاج والتظاهر لتوصيل أصواتهن للداخل والخارج إلا قمنا بها. رابطة أمهات المختطفين هذه المرة أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري. ارتفعت الأصوات هناك ونفذت وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين قسرا والإفراج الفوري عنهم. مطالب البحث الجنائي عن النيابة الحضور، مطالبهم مشروعة، يضربوا عن الطعام حتى الموت علشان ملفاتهم تحال إلى القضاء والنيابة. هذه المطالب المكررة والتي لم تجد حتى الآن آذانا صاغية لا في العاصمة صنعاء هناك عند ميليشيا الحوثي والتي انطلقت منها الرابطة، ولا في العاصمة المؤقتة عدن التي يغيب العشرات من أبنائها في سجون تابعة لقوات مدعومة من التحالف. قبل يومين أفرجت إدارة سجن بير أحمد التابع للتحالف عن 7 معتقلين بعد تنفيذهم إضرابا عن الطعام، ولكن لا يزال العشرات هناك مغيبين لا تعرف عنهم عائلاتهم شيئا وبلا محاكمات. مضى على بعضهم أكثر من 2 عامين. لم تكف الرابطة يوما عن المطالبة بحقوق أبنائهن وأزواجهن وإخوتهن المعتقلين، فما ضاع حق وراءه مطالب أو رابطة أمهات المختطفين.